مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضيه، والبدايه باخبار النادي الافريقي. الجامعه التونسيه لكره القدم كانت راسلت البارح الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا من اجل تطلب كوني تكونفيرمي لها، يعني تاكد لها كونه الترانسفير نتاع اللاعب الطيب الميزاني للنادي الافريقي قانوني والا لا، وهل يمكن تاهيله ولا لا. وهذا ما حصلت عليه الجامعه اليوم في رد رسمي من الاتحاد الدولي لكره القدم، اللي اعلم الجامعه كونه الانتقال قانوني، وبالتالي تم تاهيل اللاعب الطيب الميزاني باش يولي نجم يلعب مع النادي الافريقي. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيين الحكم نضال الطيب في المباراة المتأخرة من الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى، واللي بتجمع غدوة الخميس النجم الرياضي الساحلي بالنادي الافريقي. استعداد المباراة هذه النادي الافريقي كان دخل منذ البارح في تربص بمدينة الحمامات، التربص هذا موجود فيه رشاد عرفاوي المنتدب الجديد، وموجود فيه زاد فريدريك بيكورو، ولكن مشاركته في المباراة هذه مش مؤكدة 100%. والنجم الرياضي الساحلي واصل تحضيراته بين سق عادي للمباراة هذه، والتذاكر ما زالت تتباع أسعارها 15 20 200 و1500 دينار. في الاتحاد الرياضي بتطاوين ملاعبية البارح أضربوا على التمارين ورفضوا باش يتدربوا، قعدوا تقريبا ساعة ولا ساعة ونص متواجدين في الملعب نتاع التدريبات. التدريبات كانت من مبرمج باش تبدا من 3:30، ولكن بدات تقريبا على 4:30 5 غير ربع، والسبب هو مشاكل مادية ما بين الفريق والهيئة المديرة اللي رفضت الحضور والتحدث إلى الملاعبية. برشا مشاكل أكبر من هكا قاعدة تصير في الاتحاد الرياضي بتطاوين. الفريق يواجه نهار لحد النادي الرياضي بن زرتي مباراة هامة جدا للاتحاد الرياضي بتطاوين، التنقل مبرمج نهار الجمعة، فما حصة تدريبية أخرى مبرمجة اليوم زاد من 3:30، ولكن مش مؤكد كونه الملاعبية باش يقبلوا كونه يدربوا، خاصة كما قلنا اللي هم عندهم مطالب مالية. فما برشا تفاصيل أخرى أكيد تو نرجع عليها في قادم نشراتنا الرياضية ومواعيدنا الرياضية. أعلن المستقبل الرياضي بسليمان اليوم عن إنهاء إجراءات ضم اللاعب الغيني الحسن كارامباسوما. الملاعب هذايا هو مواليد 2004، هو مهاجم كان يلعب في أليوستار وأمضى عقد مدة 3 سنوات مع مستقبل سليمان، وهكا مستقبل سليمان يواصل في سياسة انتداباته اللي جاية من القارة الإفريقية، يعني كيما ماريانو أهوانبو اللي جاي من البنين، عثمان بابوساني اللي جاي من غامبيا، واكيباسوي اللي جاي من زادة من غامبيا، واللي أعاروا المستقبل الرياضي سليمان إلى فريق الترجي الرياضي التونسي. تنس، أنس جابر بعد فوزها البارحة الأمريكية أليسيا باركس باش تواجه اليوم في الفجر المصنفة 54 عالميا مارتينا تريفيسان ضمن ثم نهائي دورة غوادالاخارا من فئة 1000 نقطة. المباراة هذه مبرمجة مبدئيا كوني تبدأ من الساعتين تاع الصباح. الليلة الموعد مع الدفعة الثانية لمباريات الجولة الأولى مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الأوروبية تشامبيونز ليغ، ولكن ليلة مش كما الليالي الأخرين الكل، صحيح فيهم برشا تشويق وبرشا ونتبعوا فيهم بكل اهتمام، لكن اليوم الشغف باش يكون أكبر برشا من العادة، لأنه عندنا إن شاء الله 3 ملاعبية موجودين، زوز مؤكد كون باش يكونوا موجودين أساسيين في مباريات في رقم، والثالث إن شاء الله يكون موجود زادة في القائمة. نحكيو على عيسى العيدوني اللي باش يكون متواجد في سانتياغو برنابيو مع فريق يونيون برلين في مواجهة ريال مدريد. عيسى العيدوني سبق له لعب الشامبيونز ليج، لعب 5 مباريات في مرحله المجموعات مع فيرينغ فاروشي، وقت اللي لعب كونتر البارسا كونتر اليوفي كونتر دينامو كييف، والمره هذه بعد البارسا واليوفي باش يواجه ريال مدريد مبدئيا موجود في التشكيله الاساسيه حسب مواقع المانيه، وكما قلنا لعب 5 مباريات في مرحله المجموعات 13 في المسابقه ككل ومركة زوز اهداف. إلياس العاشوري قد يخوض اليوم أول مباراة لي في مرحلة المجموعات من مسابقة الأمجد في أوروبا، نحكي على رابطة الأبطال الأوروبية بطبيعة الشامبيونز ليج، وقت اللي فريق أفسي كوبنهاغي واجه فريق غلاتاساراي في إسطنبول. إلياس العاشوري كان ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه أفسي كوبنهاغي المرحلة هذه مرحلة المجموعات، وقت اللي لعب 5 مباريات عمل أسيست وسجل هدف في الأدوار التأهيلية. نعرف الكل اللي إلياس العاشوري كان وصل في اخر جويليا الفرد الى اف سي كوبنهاغ، لعب معاه 11 مباراه سجل 2 اهداف واعطى 5 اسيست، ولا واحد من الملاعبيه التيتولير في اف سي كوبنهاغ. اللاعب الثالث اللي ان شاء الله نتمنيه يكون موجود هو اللاعب المنتخب الوطني زادة كيما العاشوري كيما العيدوني، نحكي لنا على حنا بعد المجب اللي كان سجل هدف نهاية الأسبوع الفارغ ضد برايتون، خليه يكون موجود في القائمة متاع مانشستر يونايتد اللي تلعب اليوم في الأليانز أرينا 8 متاع الليل ضد بايرن ميونخ. نعطيكم البرنامج كامل متاع مباريات اليوم والنقل التلفزي خاصة المباريات متاع فرقنا متاع الملاعبيتنا 6 غير بوع ريال مدريد يواجه يونيون برلين، مباراة تشوفوها على بين سبورتس العربية 2 وبين سبورتس الفرنسية 1، غلاتاساراي في
في نفس التوقيت يستقبل اف سي كوبنهاغ فريق الياس العاشوري. تتعاد على بين سبورتس اكسترا 1 وبين سبورتس 3 الفرنسيه، والثمانيه نتاع ليل بايرن ميونخ يواجه مانشستر يونايتد في الاليانز ارينا. تتعاد على بين سبورتس الاولى عربيه وبين سبورتس الاولى فرنسيه. بقيه المباريات، المباريات هذوما الكل ينطلقوا الثمانيه وباش يكونوا منقولين على بين سبورتس فرنسيه وعربيه. نحكيوا على ارسنال بي اس في اندوفن، بنفيكا اللي يواجه سالزبورغ، وبراغا اللي يواجه نابولي بطل ايطاليا عامله، وريال سوسيداد يواجه انتر الايطالي، واشبيليا يستقبل لونس الفرنسي. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوانيت. نخليكم توا مع أمينة وبقية الفريق في فورم.